منزل ب22 جنيه مصري ما يعادل أقل من 2 دولار، خبر مثير للجدل ومبهر للغاية، حلم كل واحد فينا. تعالوا نشوف ايه الحكاية. ما بعدناش عن الترميم، ما بعدناش عن مجال شغلنا، لكن شيء يجذب كل مشاهد. إذا كنت تحب أن تعيش في أماكن خلابة وحيث المناظر الطبيعية، تعال معي لنشتري سويا ونعيش هنا. هذه البلدة اسمها أولولاي الإيطالية، في منطقة جبل برباج الجبلية، أعلى جزيرة سردينيا، التي تقدم 200 مسكنا حجري مهجور للبيع بسعر 22 جنيه مصري ما يعادل أقل من 2 دولار. إيه؟ لا تخاف عزيزي، ليست مسكونة كما قلت بالأشباح، ولكن تعال لنعرف السبب. سبب انخفاض عدد سكان البلدة إلى النصف في العقود الثلاثة الماضية، حيث لن يتبقى منهم سوى 1300 نسمة فقط، وأغلبهم من الأزواج الذين ليس لهم أطفال. وبسبب قلة عدد المواليد كل عام، قرر عمدة البلدة منع انخفاض عدد السكان بإطلاق حملة تحت شعار منازل بيورو واحد ما يعادل 22 جنيه مصري. في مقال: من يشتري منزلا يقوم بتجديده، لأن البيوت قديمة وفي حالة سيئة للغاية، لمدة أقصاها 3 سنوات بتكلفة تقديرية 30,000 يورو، ويمكن للمشتري بعد 5 سنوات يبيع منزله إذا رغب في ذلك. وعلى الرغم من هذه التكاليف الإضافية، إلى أن العمدة كان واثقا من أن جمال المدينة سيأتي الناس إليه من كل أنحاء العالم. ما رأيك يا صديقي في هذه الصفقة؟ فكر وقول لي. وإذا عجبك الفيديو اشترك بالقناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وإن شاء الله هنوليكم بأحداث ترفيهية خاصة بمجالنا، لكن حاجات ظريفة. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حلوة برضو، هتعجبك، خش شوفها قبل ما تطلع.